اهلا بكم وهاشتاج ارحل يا عدو الله. ده كان الهاشتاج اللي اتفاعل عليه المصريين في الساعات الاخيره قبل الحقيقه ما ينضم ليه هاشتاجات تانيه زي كلنا ضد السيسي او مؤتمر مين والناس جعانين، وكلها بتأيد دعوات التظاهر في 11/11. ورغم محاولات اعلام السيسي التقليل والتشويه والتخويف من نزول الناس، لكن اللي في الكواليس شيء تاني بعد ما تم الكشف عن تطور خطير جدا داخل المنظومه العسكريه، اللي بيشير الى ان ازمه السيسي مش في السوشيال وبس. ازمه السيسي والغضب امتد الى دوائر غايه في الخطوره. الدعوه لمظاهرات لو نجحت ربما سيكون لها ما بعدها. طب ايه التغيير اللي حصل وايه خطورته؟ خلونا نبدا من القصه من اولها على طول من عند صهر السيسي ابو نسب، اللي مش عارف الفرق ما بين 10 مليار و15 مليار. اللواء خالد فوده اللي مواقع التواصل احتفلوا بيه شر، يعني احتفال عظيم، وتداولوا تصريح محافظ جنوب سيناء اللي قال فيه ان احنا انفقنا 15 مليار جنيه استعداد لقمه المناخ. التصريح ده حضرات صرفنا كام على قمه المناخ؟ البنيه التحتيه. اسال الدكتور معيط. لا صرفين واضح كتير. لا صرفين كتير. في الحقيقه صرفين كتير. يعني صرفين مليارات. 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 نعم. بس طبعا الرقم بقى مع الدكتوره هاله او مع الدكتور معيط. انما طبعا ان شاء الله برضو عندنا امل كبير وفي المناخ وهنجيب الفلوس. تقريبا وهنجيب الفلوس باذن الله. وهنجيبها باذن الله بعد المناخ. انت بتشتري سمعه، بتشتري. نعم. بتعمل مدينه عالميه. نعم. ما لازم تكلفها. نعم. الراجل المتحرش ده حضرات بيكلم على انه احمد موسى غاب. انت غاب يا احمد؟ يعني الراجل عايز داري على شمعتك تقيد، او داري عيونك العيون بصاصه، يقول له صرفنا كام؟ خلاص ما قالكش. لا يعني كام؟ قال له ما قالكش. يعني قال لك مليارات. اسكت يا احمد بقى يا غبي. احمد بقى طبعا عايز الدبه وقال له يعني 10 15 مليار؟ تقريبا 10 15 مليار والناس بتموت من الجوع. انت رايح تعمل مؤتمر بالمليارات والناس بتموت من الجوع؟ ده مش كلامي، ده اللي قاله الحساب ده على تويتر. تويتر اللي هيبقى ب 8 دولار في الشهر. ناس بتموت من الجوع رايح ياخد اللقطة، إن شاء الله تكون آخر لقطة ليك أنت وكل الحرامية. مؤتمر مين والناس جعانين؟ الناس وصلت إنها بتقول بقينا بناكل من الزبالة ومحدش حاسس بينا، زي ما كتب أبو صدام وقال الناس بتاكل من الزبالة يا كفرة، الناس بتاكل من الزبالة في بلد كان فيها خزائن الأرض. مؤتمر مين والناس جعانين؟ كفايه مؤتمرات بيتصرف عليها مليارات وانت بتقول لنا مفيش ومش قادر اديك. ده اللي كتبه حساب باسم الحسين. حساب الحسين كتب بيقول فعلا كفايه قوي مؤتمرات، مؤتمر مين والناس جعانين. جابت الناس اخرها وبقت بتعمل فيديوهات بوشها تدعو للتظاهر في 11/11 وتقول لك كفايه كباري، كفايه مؤتمرات. زي كده. واحده جوزها ما بيقدرش يصرف عليها، بتطلب الطلاق. انت زعلان ليه ان الناس بتتكلم؟ زعلان ليه ان الناس بتقول هنزل 11/11؟ اما انت بتطلع في التلفزيون تقول لهم انا مش قادر ااكل، مش قادر اعلم، مش قادر ابني مستشفيات. طيب هو حضرتك قادر تبني كباري وقادر تبني طرق؟ مش قادر تبني مستشفى ولا مدرسه، لكن قادر تبني قصر؟ قادر تجيب طياره لحضرتك ثمنها الشيء الفلاني في عز ما مصر مديونه والناس الكادحه اللي التعبانه هي اللي بتدفع الفلوس دي؟ معلش انا مش قادر اسكت. محدش كلمني على الفيسبوك ويقول لي شيل الفيديو، محدش كلمني ولا يرد عليا، ولا حد يكلمني على الواتساب. انا مش عارف بكره في ايه. المواضيع ما بقتش فارقه خلاص، يعني خلاص اللي شايف غلط يتكلم يا جماعه. يعني احنا ليه ساكتين؟ ايه اللي مخليك صابر وساكت على اللي حصل في البلد؟ هيطلع واحد يقول لك انت بتقول اعمل ثوره. لا احنا مش عايزين ثوره، احنا عايزين الدنيا تتعدل. احنا عايزين الراجل دوت لو مش قادر يشيل الشيله زي ما قالوها لمحمد مرسي سيبها وامشي لغيرك. يا جماعه نفضل لحد اللي احنا فيه ده امتى؟ كل شيء يا جماعه دي نهايه. انا ماليش دعوه باللي بيتكلم من بره، احنا قاعدين في مصر بنتكلم وظاهرين بوشوشنا، حد يرد علينا اخرته ايه؟ عمالين نقول اصبر، كمان سنة هتتعدل، كمان سنتين هتتعدل، كمان ست شهور هتتعدل.
الناس مش بس على مواقع التواصل بتتكلم عن الدعوات والأسواق زي ما كتبت نجات أو حساب باسم نجات وكتب بيقول نجات أحمد النهاردة كنت في السوق بشتري خضار دلوقتي لقيت معظم البياعين واللي بيشتروا بيتكلموا على ثورة 11/11 ومستنين اليوم ده بفارغ الصبر وكله بيقول هينزل عشان دي ده اللي خرب البلد والناس مش لاقية تاكل حرفيا كله مستني 11/11 الشعب كله نازل ارحل عدو الله كلنا ضد السيسي 11 نوفمبر السيسي هو أكتر واحد قلقان من دعوات 11/11 وطلع إعلامه أو كل يوم بيطلع إعلامه يقول للناس إن دي مؤامرة بتستهدف مصر زي ما قال مصطفى بكري في البرلمان أثناء حديثه عن الأسعار وغضب المواطنين الفيديو ده الأخطر من ده حضرات اللي كشفوا موقع اسمه أفريكا انتليجنس موقع استخباراتي فرنسي الموقع ده كشف عن استقالات جماعية للواءات في جهاز المخابرات العامة بعد تحذيرهم للسيسي من سخط الشارع المصري كله لكنه استهان بالمخاوف دي نروح بقى لموقع أفريكا انتليجنس اللي كتب الكلام ده أهو السيسي في مواجهة مع ضباط الجيش السيسي يواجه موجة استقالات من كبار ضباط المخابرات ستة من كبار لواءات المخابرات العامة استقالوا في 23 أكتوبر أربعة منهم برتبة لواء تم تعيينهم في زمن مبارك اشتكى الضباط من تجاهل السيسي لتقارير تأثير التقشف الاقتصادي وتحذيرهم من غضب الشارع وسخط الناس عباس كامل اتصل بالسيسي خلال اجتماعه مع الضباط المستقلين السيسي استهان بمخاوف اللواءات من حالة السخط في الشارع ليست المرة الأولى فقد تكرر غضب قارة المخابرات من قرارات السيسي واعترض قارة المخابرات والجيش على بيع أصول قرب قناة السويس ده ستة من اللواءات داخل مبنى المخابرات منهم أربعة بدرجة لواء استقالوا لأن السيسي مش بيعير انتباه تقريرهم انتباه وهم حذروا في التقارير دي من سخط الشارع والانفجار اللي هيحصل نشطاء وسياسيين اعتبروا ان استقالة ضباط المخابرات هو قفز من المركب اللي بتغرق زي ما كتب السياسي خليل عناني كتب وقال بالنص كده دكتور خليل عناني الجميع يقفز من المركب قبل الغرق ولن يبقى سوى هذين المتآمرين والقادم أسوأ نفس المعنى أشار إليه الباحث في الشأن العسكري محمود جمال واللي أكد أن الجيوش بتتحرك لما بتشعر بالخطر على مصالحها الاقتصادية والشعور بتزايد الغضب الشعبي ده التغريدة اللي كتبها الباحث محمود جمال اللي كتب وقال الجيوش لا تتحرك وتطيح برأس النظام العسكري إلا إذا شعرت بالخطر الحقيقي على الجيش وجل امتيازاته في حالة استمرار رأس النظام وذلك يا عم هاتها فول سكرين وذلك يكون بناء على حراك الجيش شعبي قوي مستمر لأسابيع أو شهور أو سنين وهذا ما تم في معظم البلدان التي شهدت انتقال ديمقراطي أو شبه ديمقراطي يعني
الأستاذ محمود جمال عايز ينبهنا على حاجة مهمة، إنه الاستقالات الجماعية داخل مخابرات دي سببها الشعور بالغضب الشعبي، يعني لو إن الشعب مش غضبان ما كانوش هيستقيله. هو بقى بيقول إن الجيوش بتتحرك لما تحس بخطر على امتيازاتها، ولما تحس إن الشعب اتحرك، وده اللي حصل في مبارك. فإذا الشعب المصري ما اتحركش الجيش مش هيعمل لك حاجة. إذا أنت الجيش يعمل لك حاجة مش هيعمل لك. الجيش هيعمل، هو دلوقتي في خطر على مصالح الجيش. باقي التكة التانية إن الشعب يخرج. إذا خرج الشعب هيخرج الجيش. حاجة بقى أخيرة قبل ما أخرج. الأستاذ وائل صديقي أو الصديقي كاتب على حسابه على تويتر على مسؤوليته. بيقول الكلام ده. موظفين الحكومة شوفوا شغل تاني. اهو وحساب موثق، موظفين الحكومه شوفوا شغل تاني، عشان سوري فيسبوك، عشان هيقصوا نص مرتبك ونص ايام العمل. اللهم بلغت. موظفين الحكومه شوفوا شغل تاني، عشان هنقصوا نص مرتبك ونص ايام العمل. اللهم بلغت. اهو بيقول تحت اهو، يعني اسبوع العمل هيبقى 3 ايام فقط وهتقبض نصف مرتبك، الحق شوف شغل تاني من دلوقتي. ملهاش حل. هي قفلت. وهي معادلة سهلة جدا. المستريح مستريح على الوضع، زي مصطفى بكري وابراهيم عيسى ونشأة الديهي وكل الجوءة بتاعت قوم فرعون. هم بيدافعوا عن مصالحهم. لأنهم في الأول وفي الأخير مستريحين جدا. أما المتضرر اللي هو حضرتك، عندك ثلاث حلول ما لهمش حل غير، ما لهمش حل رابع. ثلاث حلول. الأول إنك تلجأ لله، وربنا حط سنة في الكون. قال لك ما ينفعش تقعد لي كده وتقول لي زي العاجز كده، أنا أعمل إيه يا رب؟ أدي أول حل، إنك تلجأ لله وتقعد تحاسبن. ويا ما ناس لجأت لله وحاسبنت وقعدت، بس ربنا حط قاعدة في الكون. الحل الثاني انك تلجأ للقضاء على المتضرر، اللجوء للقضاء. ومصر ما فيهاش قضاء، انسى القصه دي. هات لي واحد دخل القضاء خد حقه، ادي والد الطفله منا، وادي بلد في بني سويف، وادي 11,000 مواطن اتنصب عليهم في جنا في نص مليار ومحدش هيسال فيهم. طب الحل الثالث انت عارفه، هو ده الحل. ايوه اللي ببالك ده هو الحل. الحل ده هيوقف جنبك الجيش، هيوقف جنبك الدول التانية، لان الناس هتشوف ان الراجل ده بقى خطر على مصالحها. لكن طول ما انت قاعد مستني حل بتاع اللجوء الى الله، الله ما يعرفش المتكاسلين. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. هات لي واحد قاوم قاعد كده نايم وتقعد تقول بقى ربنا بيرزق الهاجع والناجع وعلى صرصور ودنه، انسى القصه دي، ملهاش لازمه. اللجوء للقضاء، مفيش لجوء للقضاء، مفيش قضاء. القضاء في جيب النيابه، النيابه كلها في جيب الامن العام، الامن الوطني. خلصت، ما عليكش غير الحل ده، وهي ايام قليله وبتفصلك عن الحل ده. وفي الاخر يا سيدي، هي موته ولا اكتر؟ ما هي موته. الفرق بس انك انت تموت واقف، تموت في سبيل قضيه، غير لما تموت وانت نايم كده وتقعد تقول بقى بالبطيء، والمرض ينهش جتتك والفقر ياكلك وتقعد تشتكي تاني. وعلى فكره اللي قبل غير اللي بعد، صدقني. اول حال اللي في دماغك ده. خلينا نشوف بقى. السيسي قلقان من الجيش، وقلقان والجيش وظباط الجيش قلقانين من ان هو ياخد شركاتهم. فلاول مره من ساعه ما جاء السيسي للكرسي يلاقي نفسه مضطر انه يتصرف ضد قناعاته كلها، يتصرف ضد مصلحته. مصلحته عشان يبقى في الحكم انه يراضي الجيش وما يدخلش شركات الجيش الى البورصه، ما يبيعهاش. هل هيقدر؟ خلينا نناقش ده، لانه لو جه على الجيش، الجيش هياكله هياكله هياكله. أنا بقولها لك رسمي.